السلام عليكم. أول شيء صلوا على محمد وآل محمد. نحن اليوم حنحكي عن درس اسمه Algebraic Expressions. هذا الدرس نحن أخذينه قبل مرق معنا، بس حاب أذكر فيه لأنه مرق بالامتحان بعض الأشياء معوزينا. نحن طبعا معكم الأستاذ حسين عبد الله. أول شيء منعرف شو يعني Algebraic Expressions، إذا سألنا عنه كنا عندنا فكرة عنه. Algebraic Expressions contains numbers and letters. خلي هذي عطول ببالنا انه هي الالجبريك اكسبريشنز عطول مؤلفة من numbers و letters، اتنين تقوط يكونوا مع بعضهم بنفس الوقت. عندنا rules بدنا نحفظهم نحنا، كتير مهمين بنعوزه من الاسئلة الامتحانات. هني عبارة عن 3 rules هودي بدنا نحفظهم نضلوا ببالنا وندونهم براسنا. أو هن الـ 3 rules هم الـ remarkable identities منعوزه بالـ expand بالـ factorize بالـ algebraic expressions. أول وحدة أن a plus b 2 square تعطيني a square plus 2ab plus b square. تاني وحدة هي ذاتها اللي فوق بس فيها minus. تالت وحدة إذا في عندي plus و minus بس الـ a والـ b موجودين مش فوق بعضهم. هودي بدنا نكون عندنا نحفظهم study by heart، ندون عنا على ورقة إذا بنجيب شي ورقة وقلم هلا أو دفتر ندون عنا لأنه كتير مهمين كتير حنعوزهم. هودي نوت يعني ملاحظة. هودي الرولز فينا نستعملهم بالعكس وبال يعني بالروحة وبالرجعة، يعني بيزبطوا على الحالتين. لأنه في عندي إيكوال، إذا أول وحدة صح تاني وحدة صح، إذا التاني صح هتعطيني الأولى. إكزامبل، هنعطي examples عن algebraic expressions. أو 2 examples. أول example 2x plus 4 تاني واحد x power 2 plus 3x minus 5. These are algebraic expressions. مثل ما قلنا بالdefinition اللي فوق، any algebraic expressions تتضمن letters and numbers. Because these expressions contain letters and numbers مثل ما حكينا فوق بالdefinition. نصيحة للطلاب الأعزاء، نجيب دفتر أو ورقة حط عليها النوتس ملاحظات، ونستعمل عدة أقلام يكونوا ملونين يعني أكيد مش نفس اللون، إنه بيريحنا بالمراجعة بالدرس بيساعدنا كتير. حتى نضل هودي براسنا ونحفظهم منيح، نحفظهم براسنا مثل الكمبيوتر نحفظهم بهي الطريقة. هعطي نموذج بيجي مطرح عنا بالامتحان. سؤال: expand or reduce or develop the following. عطينا 3. هطبق هودي الرولز على الشمال، هطبقهم على اليمين. لاحظوا أول وحدة بتنطبق على A plus B into power 2. شو بتقولي الرول؟ a power 2 plus 2ab plus b square. هننفذها هيدي الرول اول وحدة. لاحظوا معي عملت سكوير للاولى plus 2 مضروبة باول وحدة مضروبة بتاني وحدة plus تاني وحدة لباور 2. اكيد هلا سكوير حتفوت على 2 وعلى x، شو بتصير عندي؟ 2 power 2 بتعطيني 4، x power 2 هي بتعطيني x power 2، و 2 times 2 بتعطيني 4x، تالت وحدة منزلها 1 power 2 بتعطيني 1. فيني اعمل شغلة، يعني في ناس فيها تعمل كالكوليشن بسرعة ما في اي مشكلة تحط لي جواب بالاخراني دغري، بس اهم شي نمشي ستب ستب افضل حتى تبين للمصحح انه فهمانين. تاني وحدة لاحظوا حستعمل a minus b square فيها minus تشبه الاول وحدة بس بدل البلاس عندي minus. هنفذ نفس الرول، لاحظوا هتختلف عندي بتاني وحدة، نفس الشيء عطتني فوق بس تاني واحدة حطينا بدل بلس ماينس. انتبهوا، هتقول الاستاذ ليش ما حطينا ماينس لتاني واحدة؟ هي الرول بتقول لي عندي ماينس بلس خليها ماينس بلس. كمان 2x 4 2 بتعطيني 4x 2 و 2 تايمز 2x بتعطيني 4x، تالت واحدة نزلتها 1 و 1 باور 2 بتعطيني 1. 4x 2 minus 4x plus 1.
فور اكس ضربتها بي 1 عطتني فور اكس. فيني دغري اختصر ستيب اني حط اول سطر حط دغري ثالث سطر الموجود عندي بس حتى نوضح نحن ونفهم شو عم بصير. لاحظوا هلا ثالث وحده حستعمل ثالث رول. لاحظوا عندي بدل اي اكس بدل بي 1 بس في عندي وحده بلس وفي وحده ماينس. حنفذها للرول بتقول لي بعمل سكوير لاول وحده اللي هي الاكس وسكوير لثاني وحده اللي هي ال1 بيناتهم في ماينس. x باور 2 حتنزل 1 باور 2 بتعطيني 1 خلصت. اذا اجى السؤال على طول اكسباند او ريديوس او ديفلوب بدي اشتغل هودي ستبس بعدها حنعطي بعد نبذ بكي اجى اشكال غير بس هودي 3 رولز بيهنوا علي الكالكوليشن بيسهلوا علي عمليه الكالكوليشن. ها بدنا نحفظهم ستادي باي هارت. اكيد حنعطي هوم ورك على البيت ونشتغل كلنا بايدنا. قوم هلا نجيب ورقه وقلم شد همتنا نتكل على الله ونبلش بدنا ندرس بدنا نشد همتنا. هوم ورك اجى سؤال expand the following عنا 5 examples بدي اعمل له expand. لاحظوا كلهم حاستعمل فيهم الروز اللي اعطيني قبل ونكل حفظوهم باي ستدي باي هارت. اول لاني a plus b square a minus b square a minus b مضروب ب a plus b شو بيعطوني. وقت راجع الدرس بيجي بعدين بيشتغل الفرض راجع بديك 3 examples اللي اعطيناه هون برجع بيجي للفرض. خامس وحدة هدي تشالنج لكم حتقولوا في عنا باور سينما اعطيتنا الرول بدنا نجرب نحاول فيها يا شباب موفقين ان شاء الله. اللي عنده مشكله مع الرياضيات بيقول اني ليش الرياضيات بتعلمها ليش اني باخذها وعنده اختصاصي ما بيطلب ماده رياضيات وكذا لا انت غلطان. قريبا حبعتكم فيديو ان شاء الله بتحضروا احنا ليش بنعوز الرياضيات وما موجود بحياه العمليه وموجود على أرض الواقع وعم بيطبق ونحن مش شايفينه ومش ملاحظينه نتيجة بعض الأشياء اللي مش متعلمينها أو مكتسبينها بشكل واضح. إن شاء الله حنبعتكم فيديو بتحضروه وإن شاء الله يكون نال إعجابكم.